أحزاب الموالاة التي تسببت في الكارثة التي نعيشها اليوم لا مكان لها في هذا المنتدى. الذي يحضر هذا المنتدى عموما هم من كانوا ضد العصابة وضد التسيير العشوائي الذي سبق الحراك. بالنسبة للحوار نحن نرفض أن يكون الحوار مع رموز النظام الذين أوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم، ومن ثم اقترحنا أن تكون هناك لجنة تكلف لإدارة الحوار وهي مقبولة من طرف الشعب الجزائري، أو يكلف شخص في مرتبة مثلا وزير أول بحكومة كفاءات وطنية هي التي تسير الحوار. بن صالح لا نتحاور معه، ولكن بن صالح سيكون محل حوار مستقبلا، لأننا نعتبر بن صالح هو آخر الباءات التي تذهب. أما متى يذهب هذه كلها تكون محل حوار مع السلطة الفعلية مستقبلا من خلال خارطة الطريق التي نضعها.